ممكن تحكي لنا عن نهائي لوس أنجلس اللي فزت فيه بالذهبية الأولمبية قدام كابتن رشوان؟ أنت عارف أنا رغم كل اللي عملته في مشواري، لكن ده أكتر سؤال بتسأله لحد دلوقتي. رغم أني فزت بأربع ذهبيات في بطولة العالم قبل ذهبية أولمبياد 84، إلا أن نهائي الأولمبياد هو اللي دايماً بتسأل عليه. والحقيقة الفضل في ده مش لمهارتي أو غيره، لكن لأني لعبت قدام منافس كلمة مثالي معمولة تحديداً عشان شخصه. انطلقت الأولمبياد في 1896، ومنافسات الجودو بدأت من 1964. الأكيد إن مش كل اللي فازوا بميداليات ذهبية معروفين، لكن هتلاقيهم عارفين المصري محمد رشوان، صاحب الفضية اللي خسر قدامي في نهائي أولمبياد لوس أنجلس 84. دخلت البطولة وأنا المرشح الأول للفوز بالميدالية الذهبية، لكن الجودو زي أي رياضة تانية مش معنى إنك المرشح الأبرز إنك هتكسب فعلا. في عوامل تانية كتير بيبقى ليها دور في ده، زي إن القرعة تكون صعبة أو ما تكونش في حالتك، أو زي ما حصل لي وتتصاب. منافسي في النهائي محمد رشوان كان من المرشحين لتحقيق ميدالية بسبب قوته، وقدر فعلا يفوز على الروماني ميهاي ستيوك صاحب برونزية بطولة العالم في ربع النهائي. أما بالنسبة لي أنا، فتعرضت لإصابة في رجلي اليمين خلال مشواري للنهائي، وبعد فوزي في نصف النهائي الأمور كانت أصعب. إصابة قوية أثرت حتى على حركتي العادية، وكان واضح جداً إن أي منافس هيلعبني لو ركز عليها هيقدر يحقق الذهبية بكل سهولة. محمد رشوان عرف بموضوع إصابتي بعد نص النهائي، وهنا خد قراره، قرار سبب انقسام في فريقه هو الشخصي، لكن أصر حتى لو ده هيكلفه عدم تحقيق إنجاز تاريخي ليه والبلده بالفوز بالميدالية الذهبية قدام منافس فاز ببطولة العالم 4 مرات قبل انطلاق الأولمبياد دي. يجب على الرياضي احترام خصمه، يجب أن نعود إلى القيم الأساسية للرياضة. دي كانت رسالة رشوان لزملائه ومدربيه اللي عرضوا قراره، ورغم أن عدد منهم وافقوا، لكن هو قرر هيواجهني دون التعرض لرجل اليمين مكان إصابتي عشان ما يسبب ليش أذى. وقتها أنا ما كنتش أعرف كل ده، كنت مركز في الماتش وبس، كنت بحاول أطلع بأقل خسائر، يعني أكسب والإصابة ما تزيدش، أو أخسر والإصابة ما تدمرنيش. لكن وسط الماتش ابتديت ألاحظ أنه تجنب تماماً رجلي المصابة وبيلعب كأنها مش موجودة. وقتها الجمهور اندهش، حتى فريق استغرب إزاي لعب قدامه فرصة تاريخية ممكن ما تتكررش تاني وما يستغلش نقطة ضعف في اللي قدامه. رشوان ما اكتفاش بعدم استغلال إصابتي وخسارة إنجاز الذهبية، لكن نبل أخلاقه ظهر أكتر على منصة التتويج وهو بيحاول يسندني لتسلم الذهبية. ومن هنا كانت فضية رشوان أفضل وأهم من أي ميدالية ذهبية، لأنها ميدالية قدر بيها يرسخ قيم الرياضة الحقيقية، وخسارته دي بقت أشهر من انتصارات ناس كتير بما فيهم ميدالية الذهبية. رشوان بقى رمز للأخلاق الرياضية مش بس في بلده، ده هنا كمان في اليابان. الجزء ده بيتدرس عن الأخلاق والروح الرياضية في كتب المدارس. شعبية رشوان في اليابان كبيرة جداً، لدرجة أنه في أي زيارة بيتقابل بحفاوة وكمان تزوج من يابانية. جايز لو رشوان فاز بالذهبية في لوس أنجلس 84 ما كانش بقى بالشعبية دي، لكن بأخلاقه العظيمة فاز بجايزة اللجنة الدولية للعب النظيف وجايزة اليونسكو للعب النظيف، وتم تكريمه في بلده، وكمان اتحط اسمه في قاعة مشاهير الاتحاد الدولي للجودو زي أي بطل فاز بالذهبية. مع مرور الزمن ممكن بطل يحقق ميدالية ذهبية يتنسي، لكن محمد رشوان مستحيل يتشال من ذاكرة الأولمبيات أو الرياضة بشكل عام. والنهاردة بعد ما فات 35 سنة على الواقعة دي، وتحديداً في نوفمبر 2019 تم تكريم رشوان في السفارة اليابانية في مصر، وحصل على وسام الشمس المشرقة رفيع المستوى من إمبراطور اليابان.